والله في طفره كبيره جدا في مجال التجميل، وفي حاجات كتير جدا كانت صعبه علينا علاجها، زي شد الوش مثلا. شد الوجه ده كان عندنا الحلول بتاعته كانت قليله، الحمد لله في الفتره الاخيره تطورنا وبقى في جهاز الهايفو لشد الوجه، تهدل الجفون لو هنقول بصوره سريعه كده، بقى في بلازما جيت، ما بقاش لازم العمليه. فبقى في تطور كبير جدا جدا من اول ما عيادات نبض فتحت لحد النهارده، حصل تطور كبير جدا الحمد لله. أوكي. في الاجهزه احنا حصل عندنا تطور كبير جدا، يعني واكبنا العصر، كل الاجهزه الحديثه وكل البروسيجرز والطرق الجديده اللي نزلت في العالم كله الحمد لله بنحاول جاهدين ان احنا نواكبها، بنسافر بنحضر مؤتمرات بنجيب احدث الاجهزه، تطورنا تماما حتى في الاجهزه عندنا بنجيب الـ 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 الاحدث دايما، جبنا الاب تو ديت الحمد لله. طب لو اتكلمنا طبعا عن اهم مشكله بتقابل يعني ستات كتير ورجاله كمان، بس طبعا الستات هي بتبقى مهتمه قوي بالموضوع ده، وخصوصا ان فاضل كام يوم على راس السنه، لو اتكلمنا عن البوتوكس والفيلر هل هم فعلا ليهم علاج، يعني بيعالجوا التجاعيد بطريقه مباشره وبسرعه، وفعلا يعني الواحد بيحس كده ان هو اتفرد كده وبقى شكله جميل؟ تمام. زي ما حضرتك عارفه ومشاهدين احنا اتكلمنا كتير عن الفيلر بوتوكس قبل كده، هو كان من اهم الحاجات في التجميل. دلوقتي ما شاء الله بقى في حاجات كتير دخلت معانا كمان مع الفيلر بوتوكس، الا ان احنا لسه برضو الفيلر بوتوكس برضو من اهم الحاجات اللي بنشتغل بيها. الفيلر هي ماده مالئه بنعوض بيها الاماكن اللي بدات تفضى عندي او العيوب الموجوده عندي، لو تحت العين، لو الخدين، لو المناطق اللي فيها تهدل في الرقبه، كل ده. فالفيلر هي ماده مالئه كولاجين طبيعي بنعوض بيه الاماكن اللي بدات تفضى عندي مع العمر ولو حصل فيها تهدل خفيف. البوتوكس ماده بروتين. التجاعيد لما العضله بتقوى مع العمر او ضعف النظر او عدم استخدام الميديكيشنز الصح ليا، بيبدا عندي ان هي تبان الرينكلز زي اللي احنا شايفينه. ده تجاعيد، ده بوتوكس زي المشاهدين عارفين. بوتوكس اللي هو التجاعيد بتبدا تبان بعد فتره، بتبدا تسيب حفر في الجلد. دايما بنقول نحقن بدري البوتوكس وبيعمل ارتخاء في العضله. فلما بترخي العضله ما بتبانش عندي. طب هي الطرق الجديده اللي موجوده في عيادات نبض لغت البوتوكس والفيلر ولا هم برضو لسه الاساس؟ ستيل موجودين، بس البوتوكس ما بيقدرش يعالج كل حاجه. يعني كان زمان بنقول يا جماعه ما تاخروش، لازم نعمل بوتوكس بسرعه. طب لو سابت لو اتاخرت العيانه وسابت حفر زي كده مثلا، نزلت كده خلاص. لا، دي فيلر، دي ماده مالئه بنملى بيها الـ الاماكن اللي فضيت، زي الخطين اللي على الشمال اللي هو النيزو ليبيال فولس بدات تبان عندي، بدا يحصل تهدل خفيف في البشره وبدات الخطوط دي انها تبان عندي اكتر من حل الحقيقه. دلوقتي ما بقاش الموضوع محدود زي زمان. وكذلك ده برضو ده برضو هنا حضرتك استعملت الفيلر. الفيلر هي ماده برضو مالئه، بنعمل عمليه اعاده ملء للمكان اللي حصل فيه فراغ. دلوقتي برضو في عندنا جريدز، بنقسم جريدز مش زي زمان. يعني بقينا بنشوف نسبه التهدل قد ايه، هل التهدل كبير فاحتاج خيط، هل هو اقل شويه فاحتاج هايفو، فبنقسمها وبنشوف المناسب لكل عيان بحيث ان احنا نديله افضل نتيجه.